القمة الثقافية أبوظبي منصة لاكتشاف الفنانين وعرض الجلسات النقاشية الإبداعية في كل ما يتعلق بالثقافة والفنون، كما تجمع نخبة من قادة قطاعات الفنون والتراث والإعلام والمتاحف والسياسات العامة والتكنولوجيا لاستكشاف الطرق الأنسب التي يمكن للثقافة من خلالها تغيير المجتمعات حول العالم. It is very exciting to share. من المبهج جداً مشاركة هذا الجزء من ثقافتنا مع أناس مختلفون هنا في القمة الثقافية في أبوظبي. نعتقد بأن هذا المكان في هذا الحدث مناسب للتعرف على الثقافات المختلفة وكسر بعض الحواجز التي تمنعنا من تحقيق ذلك. كلمات وحوارات إبداعية وجلسات حوارية وعروض ثقافية بمشاركة نخبة من قادة الفكر العالمي من أكثر من 90 دولة تحت شعار مسألة وقت، حرصت القمة على التطرق إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع المبدعين على تسجيل حقوقهم الفكرية، كما استعرضت أعمال مختلف الفنانين الإماراتيين والعالميين في عدد من المجالات. ملتقى خلني أقول عزز جهود الثقافة عندنا. بداية احنا عارفين الإمارات دائما سباقة في أمور الثقافة والاقتصاد وما إلى ذلك، ودائما نبرز، لكن الثقافة عندنا هي إضافة كبيرة. عندنا التبادل الثقافي، عندنا مختلف الجنسيات يجون يناقشون أهم المعايير في الثقافة، كيفية التطوير، كيفية تعزيز جهود الموجودة في العالم. جلسات تناولت كيفية تحويل الوقت من الطابع الميكانيكي إلى طابع ثقافي جديد، وصولاً إلى بناء جسور من التواصل والتفاهم.